رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي وللمرة الثانية خلال أسبوعين يؤكد أهمية بسط نفوذ الدولة والسيطرة على السلاح المنفلت. ماذا يريد بهذا التصريح؟ ومن يقصد بالسلاح المنفلت؟ ولمن يوجه هذه الرسالة؟ السلاح المنفلت العنوان المبهم الذي يحاول المالكي الإيحاء بأنه غير معروف، ناسيا أو متناسيا أنه السبب الرئيس في هذا السلاح، وهو من سمح بوجوده ودعمه ومكنه من الوجود على الساحة. الفصائل الولائية وهي التسمية الحقيقية للسلاح المنفلت، والتي تتخذ من عنوان المقاومة لافتة لتبرير أفعالها المضرة بالعراق دولة وشعبا. المالكي مكن أشخاص من عناصر السلاح المنفلت من تولي مناصب أمنية حساسة تسببت في أذية العراق. ويبدو أن هذه التصريحات ما هي إلا تعزيزا للخلاف المخفي والمعلن المرتكز على من له الأحقية في زعامة الحشد بكافة قواها. المالكي بعد أن غاب قصريا عن الأضواء يحاول الظهور مجددا من خلال بوابة الحشد، لكن العامري والفياض والخزعلي يرفضوه زعيما له ويرحبون به حليفا لا أكثر، فالزعم لهم ولن يسمحوا للمالكي بتوليها لأنها تعني الوجهة والقوة والسيطرة على مقدرات العراق. النتيجة ستظهر حتما في الأيام القليلة المقبلة، وسنشهد صراعا انتخابيا محموما وتصفيات دموية مقابل الحفاظ على الزعامة. فلمن الغلبة؟